سلام عليكم، كيفكم؟ مشتاق عيوني تشوفكم. الحقيقة الشغلة هي اللي التواصل بيننا وبينكم وقناة ويوتيوب مش سهلة، يعني مش سهلة أبدا. تعبنا شوي، لا تأخذونا بالتأخير دقيقتين، لكن يعني كل عمل بيبدأ بخطوة واحدة. طبعا المخرج والمعد وهي حبيب قلبي طارق، غلبته كتير وتغلب لأنه جديد عليه، بس كل التجارب تمشي كرمال عيونكم، بس انتو أموره. قناة اليوتيوب حتتأخر شوي ريثما، يعني لحتى يصير في عندي 1000 مشاهد أو مشترك، فهي بإيدكم. يلا شباب، يلا بنات، يلا سيداتي أنساتي سادتي، بهمتكم منوصل للألف ومنصير بنطلع على الفيسبوك وبنطلع على اليوتيوب. فكرة القناة حصلت من زمان، يعني كنت أنا عم فكر فيها، لكن في غربتي في لندن حبيت من انه اتسلى انه اعمل شيء مجتهد. طبعا تعرضت لامور كثيره، لا مجال لذكرها صحيا. هلا الحمد لله انا زي البومب. اللي بدي اقول لكم عليه بشكل بسيط ومبسط، نحن حنكون بقدر الامكان انتم طبيعيين باستقبالكم اللي، وانا طبيعي باعطائي لكم معلومه، اغنيه، فكرة، ذكرى. على العموم 50 سنة أنا كاتم بعض الأسرار، حيكون كمان كشف المستور. هلأ في البدايات شوي يعني اتلبك أنا معكم، بس أنا بيني وبين الكاميرا ما في غربة، لذلك حنكون أكثر حماسي، أكثر اشتياق لنعمل شيء جديد وحلو، والاتكال كله على الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، التوفيق من عنده. لكن بعد التوفيق والكاميرات والهندسة وكل شيء بيبقى حقكم لموفق باشت. وكل الفكرة اني انا ارجع بنشاط بهذا السن بالضبط، ايه، كرمال عيونكم، كرمال حبي لكم وحبكم إلي، احترامنا المتبادل بين بعضنا. يا ريت أقدر أنا أوفي جزء بسيط من محبتكم. على العموم أنا غيابي كان طويل، يا إما بفعل التغييب، يا إما بفعل المرض أو بفعل السفر أو متاعب مالية، من بنوك، من سكرت، اتخذت المصاري كلها. بس الإنسان بده يقابل القدر اللي عم يصير معه، كل شيء، إن كان صحة، إن كان مال، إن كان منصب، إن كان فراق أصحاب. أنا المهم هلأ مشان نختصر الموضوع في الكلام كتير، يعني المناسبة هي قناة يوتيوب لحبيبكم موفق باهجت بعيد ميلادي تماما. اليوم عيد ميلادي، تصور عيد ميلادي اللي انا بطبق فيهم 83، شو رايكم؟ شوفوا، هاي جزء من الشموع المضاءة، وفي كيك مكتوب عليه 83 years، 83 سنة، وهابي نيو ييرز. هاي بعت لي اياها بالبوست، هون كل شيء متاح بالبوست لأنه ما في تطلع وتفوت وكذا، بالبيت يعني بالبيت ما في. بعت لي يا حبيب قلبي طارق، الله يخلي لي اياه، وحاول على المحاولة اللي أنا بين إيديكم من خلال هاي التجربة. إذا عودة للتفكير، قناتي هي قناة من القلب للقلب، هي كشف المستور، هي العودة إلى الذكريات الجميلة، مشروع غنائي اسمه غنوة لكل الناس، مش بس لأغنياتي،
لكل المطربين والنجوم القدامى والوسط والجدد حتى، لأنه أنا فيكم بكبر بذاكرتي اللي بعرضها عليكم من خلال معلوماتي وحبي للغناء. كيف صرت؟ كيف بدأت المسير ومن وين؟ بدايتي كانت بالتأكيد، بالتأكيد اسمعوا لي بس لحتى وقتي، حبيبتي فيروز، حبيبتي فيروز يا سلام، أنا بحبها كثير، كثير بحبها لفيروز. شوف شوف ما أحلى، شوف على سيرة فيروز، أنا بالنسبة إلي ثقافتي هي مخزون تكون ببالي، هو مخزون صادق، الله هيك بعتني في زمن في عمالقة. في رحابنا وفيروز، في نصر الدين، شمس الدين، في وديع الصاف الكبير 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 الله، في سميرة توفيق وصباح وغير من الفنانين في لبنان، وفي من مصر طبعا عمالقة الغناء مخزون عبد الوهاب، قبله سيد درويش، على فكرة سيد درويش عيد ميلاده اليوم هيك، ويوسف وابي بيك اعتقد محمد عبد الوهاب. المهم يعني انه هذا المخزون اللي تكون عندي طبعا من مصر ترسخ اكثر من عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، محمد فوزي، ام كلثوم بالتاكيد، هذا جرى كله المخزون ضغط 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 وخلاه يكون في روحي استعيره في علم غير مدرك وغير مستدرك. اللي بيسمع مثل اللي بيفتح كتاب، اللي بيسمع بحب مثل اللي بيحب كتاب وبيحب شعر. الحقيقة هذا كان بيني وبينكم هو أهم شيء في حياتي، إني لما أنا جيت بدي أبتدي عرفت من إنه أنا لازم أبتدي كيف، كيف بدي شكل أنا نواة، يعني شيء اسمه موفق باجت يقدم جديد. موفق باجت ما بيشبه حدا، موفق باجت بيشبه حاله، ولا حدا بيشبهه، حتى بي 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 يعني يا لا بيشبه ولا بيتشبه بحدا. المهم حتى ولو غنوا أغنياتي بعض الناس ما بيقدروا يحطوها في الهنك اللي حبيته انتو. إذن رتبت أورائي في راسي، مخزوني في راسي علمني وثقفني، والحقيقة هذا فضل من رب العالمين. ثم حطيت مشروع من انه موفق باجت سيخطو الخطوة الاولى. من وين؟ كان حظي كبير انه انا رحت على النافذة المطلة على العالم بالبحر الابيض المتوسط، وهي بيروت، لؤلؤة الميديتيراني، البحر الابيض المتوسط. بيروت هي اعطتني الكثير، تعلمت فيها، تزوجت فيها، بدأت خطواتي الفنية فيها، حباني الله بناس بيشننوا بالقناة 11، مدير القناة حبني، تبناني عدة مخرجين عظيمين بعدين نحكي عليهم، وكانت انطلاقتي الأولى بعشقته في الأندلسية. طبعا اللي ما بتذكرها بدنا يعني نذكر فيها الناس اللي بتذكروها ونحطها حتى ترسخ في مع الجيل اللي جديد يعني بيكون فكرة عن موفق باجت، او بده الجيل الشاب يعرف شو قدموا الناس القدامى من شيء حلو في الحياة الفنية. هذا ضروري، هذا ضروري ضروري. عشقته في الأندلسية هي الأغنية الأولى، الحان طبعا هي مستسقات من
ريدي طارق. عشقته في الأندلسية هي أول ما أنا فكرت غني. وهو له قصة طويلة عريضة بيني وبين أخي فهد بلان الله يرحمه. بس كنت أنا حددت شو اللي بدي أعمله كيف ظهوري. عشقته في الأندلسية هو مطلع من فولكلور جزائري قديم جدا استسقى منه أنريكو ماسياس. أنريكو ماسياس بالستينات بالخمسينات والستينات كان نجم كامل جدا كبير كبير. حطيت أنا الموضوع ببالي موضوع هذا اللون هذا الهنك تيرارارارا. اسمع اسمع شوف هاي مو أندلسية على فكرة. غلط المخرج. هاي هن هن هي هن هن. على العموم رح قليا باكراوند عشان تعرفوها. أندلسية هي منطلق أغنياتي هي الأول واللي عملها وعملها الأرانجمان يعني ترتيبها اللحن وكل شيء. كلمات الشاعر السوري مصطفى البدوي ولحن الراحل مش معروف كتير لكن سمير مجدي صدقا صدقا هو صاحب لون جديد له الفضل في اكتشافي صوتيا. تمرن عليها كتير قبل سنين سنتين ثلاثة وغنيناها غنيناها أنا وأخواتي وأصدقائي في البيت. الحقيقة له هذا الفضل. خلينا ما نوقف عند الأندلسية. كانت تاني أغنية إلي لمحمد محسن الملحن السوري المعروف وكلمات ميشيل طعمي اللي هي جديدة إنه شعر وزجل وهن هن. عيونهن كلهن الحقيقة فضل علي بهاي العطاء بس وفاجأني فيها الملحن السوري الكبير المعروف في القاهرة وفي غيره محمد محسن والشاعر ميشيل يعني كاتب الأغنية ميشيل طعم. هي إضاءة في الجزء الأول حننتهي منها على أمل اللقاء بأفكار بتصوير كل شيء خلي بيناتنا يكون كل يوم أول بأول تازة تازة. لك يسلموا لعيونكن كل كنا هاي ما في أحلى من الدنيا. إذا عندهم أسئلة شو قلت لي؟ إذا عندهم أسئلة بدنا أسألك إياهم بعيد ميلادك. إيه وعم يذكرني هلا إذا عندكم أسئلة أو أفكار اطرحوها راسلوني تواصلوا معي. إيه ما تنسوني أنا عمري ما نسيتكم. حبي لكم احترامي لكم كرامتي بين إيديكم. إذا حبيتوني رجعوا شدوا بحالي رجعوا احضروني في الفيسبوك في على قناتي في اليوتيوب والله يخلي لي اياكم ان شاء الله يا رب نطفي الشمعة. ما بحترمكم تسمعوا لي هلا انا وياكم طارق من بعيد اعطينا نفس بس هيك يلا. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Mwafa. Happy birthday to me. السكينة أكبر من قالب الجاتو بثلاث مرات. هيك نحن. ها؟ وهي قطعة لحبيب قلبي. طارق وهي
الباقي كله عشانكم. الباقي كله مشانكم. ان شاء الله بتحلى ايامكم. ان شاء الله الله بيخلي لي اياكم يا رب. الله ما يحرمنا من بعض. وعلى قولة فريد الأطرش العظيم حب له هاي الأغنية كتير كتير كتير. عن في حدا عم بيقترح عليك تجديد أغنية عشقته في الأندلسية؟ ايه من عيوني هو هاي ببالي الحقيقة. عشقت في الأندلسية صبية غجرية. لعيونك حبيبي. ولو فريد الأطرش أنا معجب فيه كتير. رح فاجئكم بالحلقة الجديدة أو اللقاء الجديد بالكثيرين عن العمالقة والمطربين والمطربات ونجوم السينما. وإلى اللقاء. إلى اللقاء أحبتي.